خلينا بقى نعرف تفاصيل اكتر عن تأسيس المكان اللي غاية في الروعة ده، اللي ما فيش زيه اصلا خالص يعني قبل كده شفناه، من دكتور تريزا لبيب استشاري الحدائق النباتية. صباح الفل يا دكتور تريزا، نورونا في صباح البلد، صباح الجو الحلو الجميل. واحنا سعداء جدا ان انتم معانا يعني، وان انتم تبقوا معانا في هذه الحديقه الجميله اللي فعلا زي ما حضرتك بتقولي يعني هي تعتبر احسن حديقه في الشرق الاوسط. اسمحي لي دكتور تريزا بقى يعني نتمشى كده في المكان الروعه ده ونعرف تاريخه، بدايات تأسيس حديقه مظهر. حديقة مظهر كانت في الأول يعني ما فيهاش الكم ده كله، كانت أهم حاجة فيها إن هي النباتات الموالح، نباتات الموالح والورود، وأصلا ما كانش في حد بيفكر إن هو يجيب نباتات أو ياخد النباتات من أي مكان تاني، يعني كانت هي مقتصرة. طب هي تم تأسيسها سنة كام؟ وطبعا اللي أسسها هو الفنان الراحل الكبير أحمد مظهر. من فترة كبيرة، أظن من الخمسينات، يعني اللي أنا أعرفه إن هي من الخمسينات، يعني من كتر حبه هو حضرتك في الزرعة، يعني يوم ما جه عمله المحور كان بيعيط في التلفزيون أحمد بمظهر، ده من كتر حبه، لان كان حاسس ان هو هياخده حته منه، لان الجنينه كان بقى هي صحيح ما كانتش فيها كم الزراعه دي كلها، لكن حبه لبعض النباتات اللي كانت موجوده هي اللي كانت مخلياه كده. اهوت هي مساحتها قد ايه تقريبا يا دكتور؟ 30 فدان، في حدود 30 فدان. لما جه ابنه بقى باشمهندس شهاب، هو طبعا ارشيتكتور معماري، لكن هو غاوي جدا النباتات جدا، وحافظ احسن من اي حد تاني، يعني مش اي حد يعني ممكن يكون ارشيتكتور حافظ كميه النباتات دي كلها، وممكن يصلح لنا احنا اللي احنا متخصصين في الكلام دوت، وفعلا حصل قبل كده اهوت. يعني كمل المسيره، كمل المسيره، كملها ازاي بقى؟ عايزين نبتدي نقول الكلام ده. هو كان بيروح الجناين التاريخيه زي حديقه الزهريه والقرمان والحيوانات، لان دي الحدائق بتاعت الخديوي اسماعيل النادره اللي كانت مليانه بالنباتات النادره فعلا. يعني عايزه اقول لحضراتكم حديقه الزهريه دي فين؟ ليه جنب البرج. الحديقه دي كان الخديوي اسماعيل عاملها علشان يستقبل فيها الضيوف بتوع افتتاح قناة السويس. هل حد يعرف الكلام دوت؟ يعني ممكن يكون في ناس تعرف التاريخ ده. كان فيها 2 مليون نبات، كانت 50 فدان وأصبحت دلوقتي 8 فدادين. فهو الجنينة دي بقى كانت بتزخر بالأنواع النادرة، كان يروح هناك يشتري منها، كان كل معرض زهور ربيعي يشتري منها، يشتري من المعارض ديت، فابتدت الثروه النباتيه تزيد وتكبر، تزيد وتكبر بسبب كده. وكمان سفرياته، ما فيش سفريه يسافر فيها الا ما لازم يجيب حاجات هو عارف انها مش موجوده هنا. دكتور تريزا، يعني مكان هائل زي كده هو طبعا بيضم عدد كبير من الاشجار والنباتات المختلفه، عايز اعرف من حضرتك بقى ايه الاماكن اللي موجوده تانيه، يعني هل في متاحف؟ هل في هو مركز البحث العلمي؟ طبعا احنا هنا حضرتك عندنا صوب للاكسار، في صوبة لو انتوا هتدخلوها هتحسوا ان انتوا مش موجودين في مصر. يعني انا حتى كنت سافرت بره في كيو جاردن، اكبر حديقة تقريبا، يعني في صوب، دي صوبة مصغرة من كيو جاردن، من الصوب اللي في كيو جاردن. فيعني هو عشان بيلف بيعمل حاجات حلوة كتير. برضو موضوع ان احنا اي بوتانيك يكون في حاجة اسمها معشبة اللي هي حفظ النباتات، ولو ان دلوقتي الالكترونيك ابتدينا ان احنا نحفظ الحاجات دي على الكمبيوتر، فابتدت تقل شويه المواضيع ديت. في كمان صوب عاديه للاكسار، يعني هو حضرتك كل النباتات ديت، حتى النباتات هو بيجيب، احنا بنجيب كميه نباتات كبيره قوي من بره، يعني جايبين تقريبا 2000 نوع من بره. هو صحيح كلهم ما بينجحوش، لكن اللي بينجح منه بأي مكان، وخاصة يكون حكومي لازم نديله، لازم.
طيب عملنا كمان متحف. المتحف ده ليه؟ لأن دلوقتي تعريف النباتات ما بقاش زي زمان. كان زمان بنعرف النبات بالزهرة، نشوف الزهرة نقول الزهرة ديت دي عيلة كذا، خلاص ندخل على العيلة دي نعرف نصبر يعني نقولها، يعني نقول الأسماء بتاعتها. لكن دلوقتي تعريف النباتات بقى بالدي ان ايه. طب احنا ممكن ندخل مع حضرتك المتحف بقى ونزوره والسادة المشاهدين معانا؟ اتفضل يا فندم. اتفضل.